هاب النجوم الدبلنين هاب الغناوي مرت نكسة يونيو ثقيلة بمرارتها على صدور المصريين، فوقائعها لا تزال حاضرة في أذهان من عاشوها، لكن اللحظة الفارقة تجسدت في رفض المصريين للهزيمة، رافعين شعار سوف نحارب. إسرائيل تريد مننا أن نستسلم، ونحن قد رفضنا الاستسلام ورفضنا الهزيمة وصممنا على الكفاح لنحرر أرضنا شبر شبر. بدأ عبد الناصر يضمد جراحه المتبقية منذ نكسة يونيو، ووضع خطته لإعادة بناء جيشه من جديد تحت شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. في تلك الفترة قررت مصر أن تخوض حرب استنزاف طويلة ضد العدو الإسرائيلي ومواقعه التي احتلها في شبه جزيرة سيناء. هذه الحرب التي وصفت بحرب الألف يوم استطاعت أن تربك صفوف الإسرائيليين. حرب الاستنزاف اللي استغرقت حوالي 3 سنوات كانت أحسن مدرسة اتعلم فيها الأفراد بتوع الدفاع الجوي قادة وضباط وجنود أساليب القتال ضد الطيران الإسرائيلي، وبذا أصبح عندنا في جميع التخصصات مقاتلين على درجة عالية من الكفاءة. وبينما كان المصريون يحققون انتصارا تلو الآخر في حرب الاستنزاف، أرادت إسرائيل تنفيذ خطتها بتوجيه غارات جوية متلاحقة على قوات الجيش المصري في غرب القناة. في تلك اللحظة بدأت كتائب الصواريخ المصرية في التصدي للإسرائيليين. في 14 فبراير سنة 1968 صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء قوة روعة في القوات المسلحة هي قوات الدفاع الجوي، وتعين اللواء حسن كامل مساعد وزير الحربية لشؤون الدفاع الجوي وليس قائد، وتعين اللواء محمد علي فهمي رئيس أركان الدفاع الجوي قوات الدفاع الجوي. استمر بقى العدو في العربدة في الأجواء المصرية، ووصل بيه الأمر إن هو يضرب العمق المصري ويضرب الأماكن اللي ما عليهاش حماية إلى حد ما. فنبص نلاقيه يضرب قناطر إسنا، مدرسة بحر البقر، تنكات البترول في الزيتية. ابتدى يختار حاجات تعمل كوربشن في المجتمع المصري وتخلي الاقتصاد بتاعه يتهز وموقف يبقى متأزم قدام السياسة القيادة السياسية للقوات المسلحة. لما دخلت في 68 ست كتائب اتضربوا بالطيران الإسرائيلي، ولما نقول اتضربوا فدي مش حاجة وحشة، يعني زي ما قلنا ان هي مجرد شظية بتيجي في كابينة او في اريال بتعطل الكتيبة، فتم سحبهم. لما قعد معهم الرئيس عبد الناصر في الاجتماع الثاني
اتفقوا ان هم هيخشوا الجبهة على مراحل وطلبوا منه بعض الأسلحة. فقال لهم انتوا ازاي هتخشوا عمليات وانت عندكم احتياطي رادار واحد؟ فالكلام ده هو كان عاوز يدفع بالوحدات في شهر أبريل، فوقف العملية، وقفها بالكامل. لم تكن مصر تمتلك سوى 6 كتائب صواريخ ومعها عدد من وحدات المدفعية المضادة للطيران، وبينما يمتلك الإسرائيليون ما يزيد عن 300 طائرة حديثة. هلا لازم المطالب بتاع قادة كتائب تنفذ ويجهز احتياطي للمعدات للكتائب دي هي في حالة أي خسائر حتى تستعوض بسرعة وتشتبك بسرعة. توجه الرئيس جمال عبد الناصر إلى الاتحاد السوفيتي بطلب دعم للدفاع الجوي وللقوات الجوية، إلا أن الدعم بصواريخ سام 3 الحديثة جاءت بكميات كثيفة وانتقلت نزلت بالأسكندرية وانتقلت إلى شرق القاهرة، ثم أخذنا بخطة معينة نزحف بها من القاهرة حتى تمركزت غرب قناة السويس. أصبحت تشكل أكبر حجم صواريخ مركز ومكثف في منطقة صغيرة نسبيا هي منطقة غرب القناة. في هذا الوقت كان في صراع دائر في آسيا ما بين فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية. في فيتنام كانوا بيستخدموا أسلحة مشابهة للأسلحة بتاعتنا وصواريخ زي الأسلحة الصواريخ بتاعتنا. فقيادة القوات بعتت ضابط إلى فيتنام علشان يشوف الخبرات القتالية لقوات الدفاع الجوي الفيتنامية في هذا الحرب، وتعلم منها شوية وجه وقال إن هم بيستخدموا أسلوب الكمائن بكتائب الدفاع الجوي. هو اقترح أسلوب الكمائن اللي احنا نستخدمها في الدفاع الجوي. الكمين علشان أنا أبسطه للناس، الكمين عبارة عن أنا من خبرتي القتالية بشوف أسلوب العدو الجوي في الهجوم على وحداتنا إزاي، وفين الأماكن اللي هو بيركز هجومه عليها، وبعتبر إن الأهداف بتاعت العدو هو الطعم اللي هجذبه لي، فأنا باجي على خط سيره وعلى الطعم ده هو أنا بحمي الطعم ده كويس قوي، وبحط كتايب في مواقع غير معلومة للعدو الجوي. فبيجي العدو الجوي على التارجت بتاعه وهو الطعم يضربه، تقابله كتائب الصواريخ المختفية عنه من ناحية الإخفاء والتمويه الميداني، ومختفية عنه من ناحية الاستطلاع الراداري، ولا يعلم مخابراته لا تعلم إحداثيات المواقع دي هي. فبيجي بيفاجأ إن كتائب الصواريخ بتلتقطه بأجهزة الرادار بتاعتها وبتشتبك معاه وبتسقطه. الحقيقة فتح أفق أخرى لنا، موقع يبقى في زراعي، السرية الكاملة، اللي يعرف معادي الكمين وزير الدفاع وقائد القوات فقط، قائد الفرقة ما يعرفش وقائد اللواء ما يعرفش، قائد الكتيبة، قائد القوات يواجهه مباشرة يا ظرف مختوم بالشمع الأحمر ويقول له النهاردة كمين انت هتطلعه، بتتحدد منطقة مش مكان الكمين. يعني لما يجي يقول لي الكمين في فايد، فايد دي بلد، انا اللي اطلع قبل ما اتحرك باربع خمس ساعات اروح فايد ادرس الارض واشوف مكان ومعايا مجموعة تطلع من عندي، هنا كابنتك، هنا الرادار، هنا
بأقل معدات. هنا ظهرت مقولة لجولدا مائير، المصريين بيزرعوا غرب القناة كتائب صواريخ بدل ما بيزرعوا قمح، وإن كتائب الصواريخ بتنبت كعش الغراب. إحنا ما كانش عندنا عدد كبير من الكتائب، لكن كنا بنستخدم التمويه ونستخدم الكتائب الهيكلية ونستخدم التحركات، إن الكتيبة تتحرك من مكان لمكان وتشتبك من مكان، تاني يوم تلاقيها في مكان تاني. فكانت ساعتها الاستطلاع الإلكتروني ما كانش قوي قوي عندهم زي 71 و72 مثلا بعديها بسنة أو سنتين، لكن كان العدد بالنسبة لهم شايف إن هو في عدد ضخم. ابتدى يبعت طيارات، ابتدى يخسر طيارات. إسرائيل حست بينا يوم 30 يونيو الصبح، فبدت فطلعت طيارة استطلاع عشان تشوف الموقع، مواقع الصواريخ ابتدت تتحرك ولا لا. لما اكتشفت ان مواقع الصواريخ اتحركت ابتدت تهاجم الكتائب الصواريخ اللي اتحركت اللي هي عند مدينة العاشم من رمان دي، هي الساعة 6 بعد الظهر يوميها. احنا وقعنا لهم الحمد لله 4 طيارات سكاي هوك وفانتوم، واتأثروا الطيارين بتوعهم، وده كان برضو بالنسبة لنا احنا نصر ورفع روحنا المعنوية، وبالنسبة لإسرائيل ضربة قاسمة للسلاح الجوي الإسرائيلي. في تلك اللحظة تذوقت إسرائيل طعم الهزيمة، فخلال الأسبوع الأول من شهر يوليو من عام 1970 أسقطت كتائب الصواريخ المصرية ما يقارب 24 طائرة إسرائيلية من نوع فانتوم وسكاي هوك، بالإضافة لأسر 3 طيارين إسرائيليين فيما عرف بأسبوع تساقط الفانتوم. في حاجات حصلت برضو زي إسقاط الطيارة استراتو كروزر. هذه الطائرة كانت أكبر طائرة استطلاع إلكتروني إسرائيلية وأمريكية الصنع، وكانت بتفوت على خط القناة بالكامل تعمل استطلاع إلكتروني وتلقط الترددات بتاعت أجهزة الرادار وبتتصنت على أجهزة اللاسلكي بتاعت جميع الوحدات اللي موجودة هناك، وبتقدر تحدد المواقع أجهزة الرادار وأجهزة الرادارات الكتائب الصواريخ ومحطات اللاسلكي المهمة بتاعت القيادات، بتقدر تحدد كل الكلام ده هو، وكان فيها عدد من الضباط المتخصصين في الكلام ده. فالدفاع الجوي برضو فكر في عملية سماها 27 رجل لإسقاط هذه الطائرة، ودفعت كتيبتين، إحدى هذه الكتائب كتيبة اللي هو عادل حسنين. الحقيقة أنا طبقت القانون بتاع النهار برضو، ما رضيتش اضرب على 20 كيلو 18 كيلو والكلام ده، ضربت على 14 كيلو والحمد لله وفقت في اول طياره يوم 30/6 الساعه 4:30، وجناح هذه الطياره موجود في متحف الدفاع الجوي، لو تشوفوه الباب الرئيسي تلاقي الجناح بتاع الطياره اف 4 وكابينة الطيار، واتحط يافطة اللي أسقط الطيارة دي الساعة 4:30، المقدم وقت محمد علي الحسني قائد الكتيبة 416، دي موجودة لغاية دلوقتي والله أعلم. طب أنا مفروض دلوقتي إن أنا أعمل مواقع خرسانية، ابتدينا في 68 وأوائل 69 نعمل مواقع خرسانية، لكن كل ما نيجي نعمل موقع طيران الإسرائيلي يضربه، الموقع خلص تاني يوم يتضرب. في مواقع كان لسه المهندسين بيحطوا لها الجير على الارض بيرسموا عشان لسه هيحفروا وتنضرب، كانت خسائر المدنيين عاليه جدا ومحدش خاف ومحدش اشتكى. ويحكي المهندس عثمان احمد عثمان مؤسس شركه المقاولون العرب في مذكراته بعنوان تجربتي كيف ضحى عمال ومهندسي شركته بحياتهم، وذلك أثناء بناء الحوائط الخرسانية لكتائب الصواريخ، حيث يقول: تصدينا لذلك العمل تحت أقصى ظروف في جو من التحدي يجعلني أقول إن بناء دشم الطائرات وقواعد الصواريخ كان ملحمة نضال رائعة للمقاولون العرب، وكان لنا شهداء شرفاء سقط منهم في يوم واحد على الضفة الغربية للقناة 500 شهيد. وكنا بنحاول نحميهم
بوسائل الدفاع الجوي المتيسرة من مدفعيات ورشاشات وصواريخ ستريلا علشان نصطاد اي طيارات بتحاول تهجم البتاع ده. وكنا يعني بنبذل جهد خرافي خرافي لتحقيق الحماية لهذه المجموعات من العمالة. وحائط الصواريخ اللي هو ابتدى بالثمان كتايب يوم 28/6 ده حائط الصواريخ اللي استمر ولم يفقد. كان كل كتيبة تضرب تيجي كتيبة، كتيبة تضرب تيجي كتيبة، عدم انسحاب نهائي. انا بقولك يوم 5/7 ورافضين انسحابي من يوم 5، ما دخلتش طيارة. انا مش عاوز اقولك ان ضباط المدرعات كانوا بيجوا يحضنونا، يقول احنا بقينا نفطر دلوقتي في الشمس وهي طالعة. كان الطيران مش ساكت لا ليل ولا نهار عليهم. يوم 3/70 الرئيس جمال عبد الناصر طلب ان احنا نوقع له طيارة اسرائيلية شرق القناة مش غرب القناة. ما كانوش بقى بيعدوا غرب القناة كتير، فطلع كمين كتيبة 416 مع المقدم عادل حسنين، وفعلا اشتبك بطيارة اسرائيلية، طيارة سكاهوك، ووقعها في شرق القناة. اتجننت اسرائيل وطبعا بعتت طيارتين فانتوم علشان تنتقم من الموقع اللي هو وقع طيارة سكاهوك. وكان من نصيبي انا ان انا اشتبك مع طيارة الفانتوم دي، وان انا اسقط طيارة الفانتوم، واتأثر الطيار بتاعها إيجال شاحوت وهو نازل رجله كسرت واتقطعت في الأسر، والطيار الثاني توفى. ده كان مجمل ما حصل خلال حرب الاستنزاف. كان تركيز العدو الأشد على عناصر الدفاع الجوي، وكان هدفه أن يمنع هذه العناصر من أداء دورها على الجبهة، لكن العدو لم يستطع. وكان اعترافه أخيرا بأن عدد بطاريات الصواريخ المصرية على الجبهة يتزايد ولا يتناقص برغم ضراوة الغارات الجوية وشراستها. وبدأت طائرات الفانتوم الأمريكية تتساقط على أراضينا. روجرز اقترح المبادرة تاني بعد لما حصل أسبوع تساقط الفانتوم، والطيران الإسرائيلي ابتدى يتآكل، وابتدت إسرائيل تقول لما تطلب إنها تتدخل. وفعلا طرحت مبادرة روجرز مرة تانية، وقبلتها مصر وقبلتها إسرائيل بشرط أن لا يتم تحريك لمواقع الصواريخ من الموقع بتاع ساعة وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار كان الساعة 12 ليلة 7/8. إحنا ما كناش نقدر نغطي القوات البرية، لأن مسافة كانت قوات برية في خط القناة، وإحنا كنا ساعتها وادي الملاك عند وصلة اليوغوسلاف بيننا وبينهم حوالي 40 كيلو. فدفاع جوي طلب من القيادة السياسية إنها تأجل وقف إطلاق النار من الساعة 12 بالليل إلى الساعة 6 الصبح أول ضوء. السبب إن إحنا مش قادرين نوصل البلاغات إلى نقط إلى سرايا الرشاشات اللي موجودة في المواقع الأمامية. قبلت الأطراف كلها تأجيل وقف إطلاق النار، وفي هذه اللحظة ابتدت مواقع الصواريخ بالكامل اللي كانت موجودة، كان حوالي 12 موقع صواريخ، يتحركوا على 3 محاور اللي هو محور القاهرة السويس، طريق القاهرة السويس الصحراوي، القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة الإسماعيلية الزراعي، بحوالي 864 مركبة. ما عطلتش مركبة، ما تهتش مركبة. الساعة 6 الصبح كان 12 كتيبة موجودين في مواقعهم على مسافة حوالي 8 كيلو من قناة السويس، قادرين على تغطية القوات البرية، وقادرين على تغطية كمان جوه سيناء حوالي 15 كيلو. ومنذ إعلان مبادرة روجرز مرت الأيام ثقيلة. كان الشارع المصري في ترقب دائم، وقواتنا المسلحة تضع لمساتها الأخيرة لعبور قناة السويس، إلى أن جاءت ساعة الحسم.
خطة تحرير سيناء اللي تطورت من جرانيت واحد لجرانيت اثنين لجرانيت اثنين المعدلة والتي اطلق عليها بعد كده اسم بدر، كانت بتقول هنعبر القناة طبقا لامكانياتنا ونعمل رؤوس جسور على مسافة 12-15 كيلو شرق القناة. احنا معترفين الطيران الاسرائيلي اقوى من الطيران بتاعنا، الطيارات احدث، مدة بقاء في الجو اكتر، تسليحة اكبر بسبع مراحل من احسن طيارة عندنا، والطيارين اللي عندنا كانوا قليلين وكاننا بنسعى ان احنا نزود عدد الطيارين بشكل كبير جدا، لكن حتى لو زودت عدد الطيارين كان خبرتهم القتالية هتبقى قليلة. فكان عندنا اعتراف تام ان احنا اللي هيصد الطيران الاسرائيلي فوق قوات اللي هتعبر عشان تحرير سيناء هو الدفاع الجوي، مش هتدخل القوات الجوية. فكان من المهم جدا ان الدفاع الجوي وحائط الصواريخ هو اللي يقوم بمهمة الصد للطيران الاسرائيلي. 6 اكتوبر منعنا الدفاع الجوي، منع دخول اي طيارة اسرائيلية، وانتوا سمعتوا الاعلام بتاع موسى ديان ممنوع اقتراب الطيارات الاسرائيلية 15 كيلو من القناة، يعني القناة العبور تم باعجاز. الجيش الثالث عبر في مفيش في لا شيء، يعني هذول كلمة لا شيء دي يعني المدفعية ضربت 55 الطيران ضرب مدفعية ضربت سكتت المدفعية، كان القوات المسلحة في الشرق. حرب اكتوبر لم تكن لتتم ولا ان احنا نفكر نحارب اصلا عشان نحرر سيناء الا في وجود حائط الصواريخ. ومن ضمن بطولات الدفاع الجوي في حرب 73 قطاع بورسعيد. قطاع بورسعيد كان بيحميه 4 كتائب صواريخ. يوم 8 اكتوبر اسرائيل كان عندها خوف من وجود صواريخ طويلة المدى موجودة في قطاع بورسعيد حتى تستطيع الوصول الى تل ابيب. اقرب نقطة لاستخدام الصواريخ دي هي مش من الجبهة، من الإسماعيلية ولا من السويس، من بورسعيد. فالمخابرات بتاعتهم قالت لهم ده في صواريخ هناك أرض أرض ممكن تطول تل أبيب. فجالهم هوس وصمموا إن هم يكتشفوا فين الكتايب دي هي ويدمروها، وإن الأربع كتايب صواريخ اللي موجودة هناك بتحمي هذه الكتيبة. فقامت يوم 8/10 الصبح بمهاجمة قطاع بورسعيد ب50 طيارة، 50 طيارة هاجموا هذا القطاع، اتدمر 3 كتائب وكتيبة استمرت في الاشتباك لدرجة ان القواذف بتاعتها دمرت وفضل قاذف واحد وعليه صاروخ واحد، واستمرت في ضرب القوات الجوية الاسرائيلية واسقاطها. فطلعت انا بالكتيبه 418 استعواض للكتايب دي، طلعت قعدت في موقع اللي هو موقع الجميل عند مطار الجميل، وابتدينا فعلا نشتبك معاهم. اول يوم كان اسرائيل عارفه ان مفيش كتايب صواريخ في بورسعيد قادره على الاشتباك، فجم يضربوا ضرب مساحي من ارتفاعات متوسطه، وده بالنسبه لنا حاجه مثاليه يعني بط جاي لي. فالحمد لله اول اشتباكات كانت اشتباكات ناجحه، قدرنا نوقع لهم. اول يوم كان 3 طيارات، تاني يوم ابتدى هو يدافع عن نقطه القطع، النقطه 14 اللي هي شرق بورسعيد، نقطه الصمود الاسرائيلي اللي هي حواليها سبخات، فالصاعقه نزلت عملت كل البدع انها توصل لها، فكانت ارضها صعبه، فكانت اسرائيل بتتمسك بيها وبتدافع عنها، فكان بتيجي طيارات عشان تدعم النقطة 14 دي أو نقطة القطع. فدي كانت بالنسبة لنا صيد سهل، فالحمد لله ربنا أكرمني. تاني يوم حوالي
7 طيارات وقعتهم، اسقطت من يوم 11 لغاية يوم 16 17 طيارة. اليوم الأولاني للقتال يوم 6 أكتوبر وقعنا ما يقرب من 18-19 طيارة، وده العدو اعترف بيهم، لكن هم في الواقع ما يقلوش عن 25 طيارة. ما هو أصل العدو لا يمكن يعترف بعدد الطيارات بتاعته اللي خسرها، وحتى في نهاية الحرب لم يعترف. ولا تزال بطولات الجيش المصري حاضرة في أذهان الجميع، فحتى الآن ونحن في الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد لم تستطع كتب التاريخ أن تستوعب هذا الكم الهائل من تضحيات وبطولات المصريين شعبا وجيش، ليظل يوم 6 أكتوبر رمزا للنصر والصمود.